قال ربنا وللكافرين عذاب مهين. هنا أريدك أن تفقه القرآن أكثر. المؤمن العاصي إذا أسرف على نفسه من الذنوب ما حاله؟ يقع تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه، فإن غفر له وأدخله الجنة فلا إشكال ولا علاقة له بالآية، لكن تبقى الحال الأخرى وهو إن العبد إذا أذنب أسرف على نفسه لم يتب وكتب الله له أن يدخل النار. الذي في النار يسمى عذاب، يسمى عذاب. قال الله هنا في الآية التي نحن بصدد شرحها وللكافرين عذاب مهين. ما إعراب مهين؟ صفة لمن؟ للعذاب. فالله يصف العذاب هنا بأنه مهين. ما معنى مهين؟ مذل. ما معنى مهين؟ مذل. واضح هذا؟ الآن نصل للفائدة. يدخل النار من حيث الجملة طائفتان، الكفار بجميع أحوالهم وعصاة من؟ وعصاة المؤمنين ممن لم يغفر الله لهم ابتداء، كلهم يعذب. لكن ليس في القرآن وصف عذاب عصاة المؤمنين بأنه مهين. ليس هناك في القرآن وصف لعذاب المؤمنين بأنه مهين. هم قطعا لا يخلدون في النار، لكن كذلك لا يوصف عذابهم بأنه مهين. يوصف عذاب من بأنه مهين؟ الكفار. السؤال لما؟ استفهامية، الميم على أدنى. لماذا وصف الله عذاب الكفار بأنه مهين؟ لأن المراد إذلالهم، ولم يصف عذاب عصاة المؤمنين بأنه مهين لأنه ليس المراد إذلالهم. إذن ما المراد؟ تطهيرهم. أحسنت، الله يبيض وجهك. المراد تطهيرهم. تطهيرهم لماذا؟ لأي شيء؟ حتى يكونوا أهلا أن يدخلوا الجنة، حتى يكونوا أهلا أن يدخلوا الجنة. فالجنة دار طهر، الجنة دار خلود، الجنة درجة عالية، الجنة شيء عظيم لا يدخلها إلا من صفت نيته، حسن عمله، وصلح قلبه، وطهر خلقا وخلقا. فهؤلاء هم أهل الجنة. فعندما يقترف العبد المؤمن ما يقترف مع بقاء أصل التوحيد ولم يأتي بنواقض الإيمان وله أعمال صالحة غير ذلك، لكن غلبت سيئاته، أدخل النار، فدخوله إلى النار ونيله للعذاب تطهير له حتى يكون أهلا لدخول الجنة. والله يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ويقول كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. ولا بد أن يتعلق القلب المؤمن بعظيم رحمة الله. قال الله هنا وللكافرين عذاب مهين.